سيمستر. متأكدين يا جماعة؟ I don't have. طيب ما شاء الله، علياء دخلت معانا، علياء الجرحي. زيزو عندك أي سؤال؟ طيب يا حبيبي تسألني في حاجة فاتتك منك؟ لا شكرا يا مستر. يعني أنت فاهم الحاجة اللي أنا حضرتها، اللي أنا شرحتها قبل كده كلها؟ كل الدروس اللي أنا شرحتها قبل كده؟ مستر احنا ايوه وصلنا في الدرس لحد مين بيتكلم طيب؟ اللي بيتكلم يتكلم يعني يقول لي اسمه ايه؟ ياسين عندك اي سؤال يا حبيبي في اي درس قبل كده شرحته او انت عندك في الفيزيكس عموما؟ لا ما عنديش. طيب حبيبي ماشي ما شاء الله، مفيش حد عنده اسئله؟ واو احنا دلوقتي يعني almost two persons بس، نستنى بس almost 5 minutes كمان بعد اذنكم لعل وعسى لو حد عايز يخش معانا من اول ليسون عشان ايه يكون معانا يعمل following up. انا بس بستاذنكم يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين، طبعا انتوا عارفين احنا النهارده رمضان، فيا ريت لو انا بسال سؤال تردوا عليا بسرعه بليز، يعني ممكن؟ وانت تابع يا مستر. حبيبي عزيز استنى بس، معانا 2 minutes كمان لو حد يخش معانا يجوين معانا الليسون. اوكي بالمناسبه انا ان شاء الله هعمل لكم حل اسئله قرب الامتحانات بتاعتكم، فيا ريت تبعتوا لي ميعاد الامتحان بتاعكم امتى علشان نحل مع بعض ريفيجن على الجريد 8 ان شاء الله. اوكي اوكي ياسين تلعب الكاميرا انت، اوكي زيزو، اوكي علياء، اوكي مريم، ابعتوا لي الامتحان بتاعكم امتى عشان نبدأ نحل مع بعض أسئلة زي ما انتوا عايزين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، احنا هنتكلم النهارده حاجه اسمها بريشر اند ديبث ان جازس. يعني ايه؟ يعني عايز اعرف الايفكت. احنا شرحنا النقطه الليسون ده المره اللي فاتت بس هبتدي اشرحه تاني النهارده علشان نعمل ريفيجن مع بعض على الليسون ديت. الليسون دي مهمه جدا اوكي، ولازم كلنا نكون فاهمينها كويس جدا. اوكي يا جماعة تردوا عليا بليز، لو حد مش سامعني او حد في عنده اي كومنت يريد يرد عليا عشان مبقاش انا بتكلم مع نفسي. طيب الصوت واضح طيب ولا في مشكلة في الصوت؟ لا واضح. طيب طيب بليز يا جماعة بليز مرة تانية لما لا اسأل سؤال، واضح واضح. لما اسأل سؤال بليز ردوا عليا بسرعة. اوكي طيب يبقى احنا النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها ايه؟ بريشر اند ديبث ان جازس. يعني ايه بريشر اند ديبث ان جازس؟ يعني عايز اعرف الايفكت او الريليشن ما بين الديبث اوكي اند بريشر ان جازس. فور اكزامبل انا عندي صوره كده قدامي، ايه؟ عندي زي ماونتن، الماونتن ده the top of the mountain has low pressure okay and at the bottom of the mountain عندي ايه؟ عندي sea level. طب يعني ايه ايه يعني ده معنى دي معناها ايه؟ لو انا جيت اخدت البيكتشر ديت اوكي الصوره البيكتشر دي عندي اوكي. طيب شايفين كده البيكتشر معايا؟ يس اوكي. انا عندي هنا الاريا دي فيها ايه؟ فيها لو بريشر اوكي.
دي هنا لو لو بريشر، وهنا هاي بريشر. خلاص. طيب انا ممكن اكون سيد، انا قلت ايه المره اللي فاتت؟ قلت ان البريشر عندي ايكوال ايه، ايكوال بريشر ايكوال فورس اوفر ايه، فورس اوفر اريا. اوكي. طب انا هاسيوم ان انا عندي هنا بوكس، اوكي، وهنا عندي بوكس، اوكي. which part has more air particles above it؟ البوكس at the top of the atmosphere ولا at the bottom of the atmosphere؟ at the bottom. the bottom. very good. the bottom of the atmosphere has more air particles around it, right? yes. and above it also, right? till we reach the top of the atmosphere. and the box at the top has less air particles above it, right? yes. طيب لما انا يبقى عندي ليس اير بارتكلز ايه اللي بيحصل؟ انا عندي بوكس اهو، بريشر ديكريزز. ادي البوكس اهو، بوكس تاني اهو. ايوه. I can't see any box. انا برسمه. I can see a mountain and the sea and the picture that was. اوكي. انت كده شايفه؟ Yes. اوكي اوكي يا مريم. Very good. Thank you يا مريم. يبقى انا البوكس as the bottom has ايه؟ Has more air particles around it. Right? Till we reach the top of the atmosphere. Yeah. And the box at the top of the mountain has low air particles above it. Right? طيب. Yes. يبقى which one has more weight above it? The lower one. The lower one has higher weight, right? يبقى هنا ايه؟ Yes. يبقى هنا higher، يبقى weight of air. above box 1 is greater than weight of air above box 2. right. صح يا مريم؟ right. ادي box 2. yes. دي box 1. but which one has more pressure above it؟ box 1. طب ليه؟ لان الويت عندي ايه؟ البوكس يبقى بريشر ات بوكس 1 از جريتر ذان بريشر ات بوكس 2. رايت؟ ليه؟ لان الويت ات بوكس 1 از مور ذان ذا ويت اوف بوكس 2 اند اي نو ذا ويت از مينت باي وات؟ ويت از ا فورس. صح؟ معايا زيزو؟ معايا ياسين؟ معايا لوجاين؟ Yes. فهمت يا زيزو؟ فهمت النقطة ديت؟ يبقى أنا كده قدرت أعمل إيه؟ قدرت أكسبلين ليكم، أقول لكم ليه we have high pressure at the bottom of the mountain or at sea level. يبقى therefore أنا عندي هنا conclusion إيه؟ إن إيه الكونكلوجن هنا؟ conclusion. حد يقول لي conclusion؟ حد يملي لي conclusion هنا؟ That's Pressure is higher on box 1 than on box 2. No, pressure at sea level. Oh, pressure at sea level. Is more than pressure at the top of the mountain. Level. At the top of the mountain. Top of the mountain. اوكي. فهمنا كده؟ زيزو، ياسين، لوجاين، فاهمين؟ طيب في حاجة صعبة لحد دلوقتي ولا الموضوع سهل؟ الحمد لله. يبقى انا كده عملنا اكسبلينيشن اول حاجة لأول نقطة. تاني نقطة بيقول لك ايه؟ As we go higher in the atmosphere, two variables that affect atmospheric pressure
اول حاجه ايه؟ زي ما قلنا number of particles of air decreases اهو. So the concentration of gas particles decreases. Number of particles decreases يعني ايه؟ يعني انا زي ما جبنا هنا لما number of particles at the top of the higher pressure decreases ايه اللي هيحصل؟ concentration يعني كميه الهواء هتبقى ايه؟ هتبقى اقل. صح ولا غلط؟ يس صح. اوكي يبقى اول حاجه when we go higher in the atmosphere ايه اللي بيحصل؟ number of particles decrease so the concentration of the air also ايه؟ also decrease. تمام؟ طيب therefore ايه اللي هيحصل؟ the weight of air above our current position decrease. weight of air at the top of the mountain ال weight ايه؟ weight decrease so the ايه؟ the force decrease. so when the weight decrease and force decrease ايه اللي بيحصل للبريشر؟ the pressure decreases. excellent excellent يا مريم. زيزو ياسين وزين فاهمين معايا؟ اوكي لو في عنده سؤال يا جماعه وقفوني، لو عايزين تشتركوا معايا زي ما مريم بتشترك يا ريت. طيب فيري امبورتنت نوت بقى لازم ناخد بالنا منها، ايه هي؟ اتموسفيريك بريشر ات سي ليفل از 14.7 بي اس اي اور 1.01 بار. This is very very important note. لازم كلنا نكون summarized by heart. يبقى ايه النوت دي بتقول لي ايه؟ بيقول لي ان الاتموسفيريك بريشر ات سي ليفل از 14.7 بي اس اي which is equal to 1.1 بار. دي very important. You should ايه؟ memorize it. اوكي؟ دي important. important note. هتفيدنا بعد كده لما نيجي نحسب الفورس at a certain pressure. لان انا عندي ايه؟ قال لي البريشر، انا عارف ان البريشر ايكوال ايه يا جماعه؟ حد يمليني. ايكوال فورس اوفر اريا. فورس اوفر اريا. تمام؟ لو انا عندي البريشر ايكوال 1.01 بار والفورس اي دونت نوت. والاريا اوف ذا بوكس. اريا اوف ذا بوكس. equal to 5 meter square. Can I get the force above this box? Yes. حاول ايه؟ حاول ال pressure ب 1 يعني 1.01 equal to force. الفورس انا عايز اعرفها زي ما هي. equal area of force over area. area بكام؟ Yes. 5 meter square. 5 meter square. Right? So yes. The force equal what? هعمل ايه؟ الريزلت مش عايز اعرف. 5 multiply by 1.01 صح؟ اليونت هتبقى ايه؟ اليونت هتبقى ايه؟ متر لا دي فورس. اليونت هتبقى ايه؟ ركزي معايا. بحسب الفورس بالايه؟ الفورس بتاعت ايه؟ اليونت بتاعت الفورس. مين يقول؟ يحيى؟ ياسين؟ ريزو؟ نيوتن؟ الفورس بنيوتن. اي فورس في الدنيا بنيوتن. تمام، اوكي. We are not aware of the pressure of atmospheric pressure because we live in the atmosphere all the time. يعني ايه ديت؟ يعني انا مش بحس بالبريشر بتاع الاتموسفير above my shoulders, above my head, above my body. ليه؟ لان انا we live in the atmosphere all the time. احنا عايشين في الاتموسفير all the time. So we get used to it. احنا اتعودنا على البريشر. يبقى الانسان مننا مش بيستحمل او مش بيحس ان في بريشر on his shoulder. Okay? Which is equal to 1.01 bar. ليه؟ because we live in the atmosphere so we get used to it. okay 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 طيب نخش بقى على ايه؟ very important lesson. حاجه اسمها effect of atmospheric pressure. لو انا عايز اعرف الاتموسفيريك بريشر دوت هيحصل ممكن يعمل ايه؟ ممكن يخلي التاثير بتاعه عامل ازاي؟ فانا جيت هنا ايه؟ جايب هنا empty bottle. خلاص جبت ايه؟ جبت امتي بوتل. خلاص؟ وبدات اعمل ايه؟ بدات اعمل اكستراكشن او فاكيوم للاير انسايد ذا بوتل. يعني انا عندي امتي بوتل زي ما احنا شايفين كده بيج نمبر بيكشر نمبر 1 اهي.
اوكي، وبدات اعمل اكستراكشن للايه، للاير انسايد ذا بوتل. ايه اللي بيحصل للبوتل؟ ايه اللي حصل لها في الاخر خالص؟ سكويزد it gets squashed. اور كراشد. طب ايه اللي حصل، ايه اللي خلى، ايه اللي حصل فيها كراشنج بالشكل دوت؟ collision. لا مش كوليجن، مش كوليجن، ده حصل ايه، حصل سكويزنج اور كراشنج. ايه اللي حصل؟ احنا مش قلنا مع بعض ان الفاليو اوف اتموسفير ايكوال 1.01 بار؟ طيب انا لو عندي كده بوتل اهي، ركزي معايا، انا عندي بوتل اهي اوكي، والبوتل ديت مفتوحه كده، ايه اللي هيحصل فيها؟ البريشر بره بتاع الاتموسفير هو هو البريشر جوه انسايد ذا بوتل، صح؟ Yes. طب انا جبت البوتل ديت وبدات اعمل ايه، اعمل لها كلوزنج باي ا كفر، سترونج كفر اوكي، وبدات اعمل ايه، بدات اعمل كونكشن للكفر دي باي ايه، باي تيوب انسايد ايه، انسايد ذا بوتل، وبدات اعمل فاكيوم فروم ذا ايه، فروم ذا بوتل فاكيوم. ايه اللي هيحصل للبوتل؟ البوتل هيحصل لها ايه؟ البوتل will be crashed. Yes. ليه بقى ليه crashed؟ its volume will decrease زي ما احنا شايفين كده. مين يقول، مين يجاوبني؟ لا مش انا عندي هنا pressure of atmosphere، البريشر because pressure outside yes excellent is excellent bigger than the pressure inside. Yes the pressure will be pushing the bottle from all directions. وقلنا البريشر بتاع الاتموسفير ايكوال كام؟ 1.01 بار. فيري جود، سو ذا بريشر انسايد، يبقى البريشر اللي قال بريشر انسايد از مور از ليس ذان بريشر اوت سايد. فيري جود، سو ذا بريشر انسايد ليس ذان بريشر اوتسايد، انسايد ذا بوتل، عشان بس ما ننساش بعد بعد الليسون اللي هيذاكر بعديه، انسايد اوتسايد ذا بوتل اوكي تمام. يبقى احنا هنا قدرنا نعرف ايه اللي حصل للبوتل لما عملنا فاكيوم تو ذا اير فروم انسايد ذا بوتل. ايه اللي حصل لها؟ حصل لها سكويزنج، حصل لها كراشنج، اتس فوليوم ديكريزد اوكي. ليه؟ علشان البريشر اوت سايد از مور ذان ذا بريشر ويتش از انسايد ذا بوتل انسايد اوكي تمام. يبقى دي ديت اكزامبل او اكسبيرمنت، لو لو حد قال لك اثبت لي ان الاتموسفير بريشر is very high and can affect a bottle او can affect anything، هندي له اكزامبل بالايه، بالبوتل. هقول انا عندي بوتل، البوتل ديت I will close it by a cover and I will start taking out vacuum, taking out air from inside the bottle okay using vacuum. هلاقي ايه هيحصل؟ crashing, squeezing, decreasing in the volume of the bottle. Why? Because the pressure outside the bottle is more than the pressure which is inside the ذا بوتل. اي سؤال يا جماعه؟ نو اوكي، تخش على الاكزامبل. حاجه جديده عندنا النهارده هنتكلم عليها اسمها ايه، بريشر اند جاز، بريشر تمبرشر ان جاز. احنا اتكلمنا هنا على ايه، عن اتموسفير which is air، وعرفنا الايفكت اوف altitude اور elevation اور اف اي جيت هاي اور لو اوكي ان ذا اتموسفير، هاو ذيس is going to affect the pressure، صح؟ طيب ما اتكلمناش عن التمبريتشر، هنا هيبدا يتكلم معايا عن التمبريتشر، هيبدا يقول لي ازاي اقدر احس ان التمبريتشر بتأفكت الجازز. زي ما احنا شايفين كده، انا شايف ايه عندي؟ حد يقول لي انا شايف ايه هنا؟ ايه الصوره ديت؟ طب انا طب ثانيه واحده، it's some kind of liquid. طب حد يتكلم غير مريم؟ حد يقول رأيه غير مريم؟ أنا عايز أسمع حد غير مريم يا جماعة، مفيش غير مريم تتكلم؟ حد يقول حاجة غير مريم؟
واضح يا مريم ان ما حدش صاحي معانا. ايوه ده ليكويد، والبوتل اللي هي فيها دي او الحاجه اللي فيها دي بتضغط عليها من تحت، لا انا عندي هنا، بص يا سيدي، وفي ضغط عليها يعني. انا عندي تو بوتلز صح. اول بوتل Yes. ده اوكي، ليت مي ايه، ميك ات لارج ا ليتل بيت. It doesn't have heat under it. The other bottle has fire under it. طيب هعمل اكسباندنج للايه، للصوره، عشان كلنا نفهمها مع بعض. شايفين كده معايا؟ انا عندي ايه هنا في Yes. اول رسمه؟ انا عندي اول رسمه Hey. هنا، عندي زي ايه، زي فلاسك او بوتل، وهنا ده ستوبج. ده ايه؟ ده ستوبج، يعني ده مش بيتحرك، ده ايه؟ ستوبد. اوكي. وعندي ايه جوه البوتل؟ مش ليكويد، ده جاز. طب ايه اللي عرفني ان هو جاز مش ليكويد؟ ها، ان البارتكلز بتاعته بعيده عن بعض، اهو بعيده قوي عن بعض، فايه يعتبر جاز. اوكي طيب، اول بوتل البريشر اريك هنا كام؟ هنا البريشر ايكوال كام؟ is two 2. طيب تاني بوتل البريشر ايكوال كام؟ four طب ليه بقى 4؟ ايه اللي حصل؟ ثانية، because the heat that is under it it gives the particles more energy so that it can move around. طيب انت قلت كلام مظبوط، بس ممكن اعمل ايه، اعمل له ريفريز. برافو عليك يا مريم. ايه اللي حصل لما انا عملت هيتنج اب للجازز؟ الجاز موليكولز او الجاز بارتكلز جين مور انرجي. طب ايه اللي حصل لما الجاز بارتكلز جين مور انرجي؟ مين ممكن يقول لي؟ it start to collide with each other more and more and more، يبقى الانرجي بتاعت البارتكلز ايه؟ انكريزد صح؟ Yes. زيزو، ياسين، ردوا عليا، عمر. طيب لما حصل كوليجن للبارتكلز بشكل قوي جدا، حصل موفمنت ليها، ايه اللي حصل للبريشر؟ البريشر زاد. البريشر عالي. يبقى انا كده قدرت اعرف ايه؟ قدرت اعرف ان التمبريتشر لما بتتحول او تجو تو ذا جازز its pressure increase. ليه؟ because the gas gained more energy due to heat. And when the gas gained more energy, it start to collide with each other more frequently. Right? ايه اللي حصل بعد كده بقى؟ its pressure increase. فهمنا؟ Yes. يبقى ممكن اقول هنا ايه؟ the pressure increased. ليه؟ Because the particles gain more energy, and when they gained more energy, the particles began to collide with each other more. Excellent. Because the particles gained more energy. Excellent. 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 And start to collide with each other more ايه؟ more frequently. Right؟ Right. So اللي حصل its pressure ايه؟ اللي حصل pressure its pressure increase. Increased. Very good. اوكي. زي ما احنا شايفين هنا بيقول لي ايه؟ هنا في temperature of phase number 1، وهنا temperature of phase number 2. بلاقي ان temperature of phase number 2 is more than temperature number 1. So pressure is bigger than ايه؟ pressure 2 is bigger than pressure 1. Right؟ Right. اوكي. حد عنده اي سؤال؟ No. اوكي طيب، هناخد بقى مثال تاني عندنا للايه، للكوكر. حد عارف ايه دي، عباره عن ايه الكوكر؟ الكوكر فلاسك حل الضغط. حل الضغط بتشتغل ازاي؟ حل الضغط طيب يا زيزو، بنحط جواها لحمه كده، احط جواها ميه بدل اللحمه. اوكي يبقى احنا بنحط بنضغط بيها يعني لغايه البخار بقى، مثلا لغايه ما نغلب البخار.
طيب ممكن نفكر مع بعض نقول مثلا هي بتشتغل ازاي، يعني ايه اللي ايه ليه مثلا ليه بستخدم حل الضغط مش بستخدم اي اذر نورمال. عشان البارتكلز تطلع بره لا ما تطبقش احنا عليه. ممكن نفكر بنفس التفكير بتاع الهيت والتمبريتشر. انا عندي هنا ايه، عندي فلاسك كلوزد وبحط الفود ويذ ووتر، اوكي. لما بعمل سيلينج سيلد للايه للفلاسك اللي عندي دي، ايه اللي هيحصل؟ التمبريتشر هتزيد، ولما Yes. التمبريتشر هتزيد ايه اللي هيحصل للبريشر؟ The pressure will increase. يبقى when the pressure increase the food gets cooked more easily and more quickly. يبقى انا بدل ما يبقى الهيت يطلع بره يبقى ديسيبيتد، وانا فاتح الكفر بتاعها، انا بقفل الكفر بتاعها وبعمله سيلينج، اوكي، مش بطلع اي ووتر فيبر، مش بطلع اي ستيم، بالتالي البريشر انسايد ذيس فلاسك ويل ايه ويل انكريز، اوكي. سو وين ذا بريشر انكريز ايه اللي هيحصل؟ ذا فود جيتس كوكد ايزلي اند مور كويكلي، اوكي، فاهمين؟ يس. طيب في بقى فيري امبورتنت نوت، حد يجي يقول لي طيب انا قافل الحله وعمال اضغط عليها بايه باي فاير والبريشر انكريز، طب انا لو سبت البريشر انكريز ايه اللي يحصل، ايه اللي يحصل للفلاسك ديت؟ it breaks. It will explode. طب انا ازاي prevent this flask from being explode؟ يبقى ليها فتحة. الحرارة. Flask is fire resistant. لا، بحط حاجة اسمها ايه؟ يبقى ليها فتحة. لا بالظبط، بحاجة زي ايه؟ بحط حاجة اسمها valve. Very small valve. It allows steam to escape at a required pressure. يعني انا بحط valve بيعمل adjusting للpressure at for example at 4 bar. بأول ما يوصل البريشر انسايد ذيس فلاسك ات 4 بار اللي هيحصل ذا بريشر ويل ديكريز اند ذيس فالف ويل اوبن سو ذا ستيم ويل جيتس اوت انتل ذا بريشر ويل بي مينتيند ات ا سيرتين فاليو فور اكزامبل 4 بار 3 بار 2 بار وات ايفر. فاهمين حاجه؟ يس. اوكي طيب ممكن نبدا نحل مع بعض. اول سؤال مين يحله معايا؟ تاني. طب قبل ما نحل ابدا ووك اكزامبلز، حد عنده اي سؤال في اي حاجه شرحتها قبل كده في البريشر؟ ممكن اعدي كده بسرعه على الكونتنت بتاع الليسونز، ولو حد عنده بريشر عنده سؤال يسالني. اوكي، زيزو، مريم، ياسين، عمر، حدش يا جماعه يتكسف، اللي عنده سؤال يا جماعه يسالني. لا شكرا. تمام، انا بعد كده بشوف الليسنز مع بعض. كلنا بنشوف الدام، لما اتكلمنا عن الدام وعرفنا ان ات بوتوم اوف ذا دام which is very thick the force is more than the top of the dam، صح؟ وعرفنا ليه، وعرفنا احنا ممكن عن طريق الفورس طالعه from the bottom of the dam I can generate electricity right by using the force of this of the water to make a hydraulic turbine to rotate. This hydraulic turbine will generate electricity، صح كده؟ شرحنا الحته دي قبل كده مع بعض، وعرفنا قلنا ان the water force at the top of the dam is less than the water force at the bottom of the dam. والصوره واضحه قدامكم اهي، الميه طالعه من تحت بشكل مندفع جدا وبشكل قوي، ولكن الميه at the bottom of the dam is getting out slowly a little bit slowly. اوكي طيب، اوكي احنا بحاول اراجع معاكم على قد ما اقدر الكونتنت بتاع البريشر in water and in gas and the effect of altitude or depth at pressure or gas pressure and the effect of temperature at gas pressure. وعرفنا زي example، الاكزامبل بتاعنا بيوضح ايه الايفكت بتاع الايه البريشر على الايه على البوتل. طيب انا ممكن اقول لكم حاجه ثانيه برضو كانت جت في دماغي دلوقتي. لو انا عندي البوتل ديت، اوكي، والبوتل ديت it will be for example انا عندي ارسم لكم رسمه حلوه هتعجبكم في بيكتشر. ثانيه واحده، بسم الله، certain image. شايفين الصوره ديت؟ yes. واضحة ولا أوضحها لكم أكتر من كده؟ يس
انا عندي ايه هنا؟ عندي ايه هنا؟ عندي بوكس ات سي ليفل زي ما قلنا، بوكس ات سي ليفل وبوكس ات ايه؟ ات ممكن نقول ات هاير، ات هاي، ات توب اوف ذا ماونتن. اوكي وان توب اوف ذا ميتر يعني توب اوف ذا ماونتن. اوكي دي توب اوف ذا ماونتن. اوكي طيب ال particles at this box is less than the particles at this box right. يبقى احنا قلنا ال pressure at sea level is higher than the pressure at the top of the mountain. وادي الجراف بيوضح لنا ادي value of the pressure. اوكي وادي ايه ال value of the pressure. ال value هنا زي ما احنا شايفين very very high very high value. طب هنا very low value. سوري انا ممكن استخدم المسطرة. ركزوا معايا يا جماعه بليز. اهو شايفين؟ شايفين الفرق هنا عامل ازاي؟ شايفين الفاليو فين؟ فانا الفاليو ازاي عامل ازاي؟ يبقى الفاليو اوف ذا بريشر ات توب اوف ذا ماونتن از ايه؟ از ليس ذان ذا فاليو اوف ذا بريشر ات ذا سي ليفل. خلاص؟ فبيقول في هنا ويت اوف اول جاس بارتيكلز اباف. اهو كل الويت دي اباف ذا بوكس. وهنا الويت هنا از ليس ذان بقى فيور ويت. اوكي يبقى وانا عارف ان البريشر ايكوال ايه فورس على اريا اهو. ذير فور ذا بريشر ات ذا سي ليفل از مور ذان ذا بريشر ات ذا لو ليفل ات ذا توب اوف ذا ماونتن. اوكي تمام. طيب لو انا اخدت البيكتشر ديت البيكتشر ديت اهي البيكتشر دي وقلت مثلا فور اكزامبل البوتل ديت ات ذا توب اوف ذا ماونتن وقفلتها خلاص يعني قفلت البوتل دي وهي فاضيه وهي ات ذا توب اوف ذا ماونتن وبعدين نزلت بيها تحت خالص ات ذا جراوند. شايفين حصل لها ايه؟ شايفين حصل لها ايه؟ ايه اللي حصل؟ يلا بينا. حصل ايه البريشر بقى؟ انا خدت البوتل دي انا طلعت فوق كنت ات ذا توب اوف ذا ماونتن. اوكي ازيك يا ياسين؟ وبعدين ايه اللي حصل؟ استنى مريم داخله معانا ولسه الناس وادي عمر دخل وزيزو هيخش ان شاء الله. علي صوتك معلش يا حبيبي تقول ايه؟ مش البريشر هينكريز هنا؟ فيري جود. يبقى انا عندي ايه هنا؟ انا عندي هنا بوتل اهي قدامي. البوتل ديت فيها ايه؟ فيها اير. اوكي؟ والبوتل دي از كلوزد وهي ات ذا توب اوف ذا ماونتن. احنا قلنا ات ذا توب اوف ذا ماونتن ذير از ايه؟ فيور بريشر اهو. ليه؟ ليه فيور بريشر؟ لان فيور اير بارتكلز. صح صح معايا عايزين؟ صح. طيب اخدت بقى البوتل دي وبدات انزل بيها انزل بيها تحت فروم ذا توب اوف ذا ماونتن تو ايه تو سي ليفل داون. ايه اللي حصل للبريشر؟ احنا كل ما ننزل بينكريز ده. ايوه كل ما ننزل البريشر انكريز. طب لما البريشر انكريز ايه اللي يحصل على البوتل؟ البوتل والبي ايه سكويزد والبي كراشد. سكويز. يبقى دي يبقى انا كده عندي ايه تاني اكسبيرمنت او تاني اكزامبل بوضحه وبقول لك عليه ان انا لو عندي البوتل وهي فاضيه والبيئة توب اوف ذا ماونتن. اوكي ولما البوتل باخدها وهي هي نفس البوتل وانا قافلها كويس جدا تايتلي كلوزد ونزلت بيها تو ذا بوتوم اوف ذا ماونتن تحت خالص ات سي ليفل ايه اللي حصل؟ البريشر بقى زايد عالي جدا زي ما احنا شايفين كده بالجراف. وايه اللي حصل تاني؟ ذا بوتل هاز بين ايه؟ سكويزد. اوكي اوكي ياسين مريم فاهمين الحته دي ولا صعبه؟ لا انا فاهمه. مريم فاهمه؟ اوكي. محمود عمر يس اه فاهم فاهم. طيب يا حبيبي طيب يس. طيب اوكي نبدا نحل بقى شويه اكزامبلز مع بعض كده.
يلا أول سؤال. يلا ياسين. عشان ما يتعملهاش اكسبلود لا نقرا لازم السؤال، اقرا تستنى. السؤال وليتس ايه، وليتس ايه، ليتس انسر توجذر. Extreme ice on the rim can prove the deepest parts of the oceans must be very Very good. so it doesn't explode. ليه برضه انت ما قلتش ليه، ايه اللي هيحصل هنا؟ Why would it explode? Pressure has increased. Very good. Because when we go down, Sorry. when we go down to Pressure increases. this at the bottom of the sea, the pressure of the water on the submarine will increase. Okay? So it must be very strong to be protected from getting a damaged or destroyed due to water pressure. طيب السؤال اللي بعديه. Can I answer? يلا يا مريم. يلا يا مريم. Explain why the wall of the dam is thicker at the bottom than at the top. Okay. Explain why the wall of the dam is thicker at the bottom than at the top. Okay. Okay. Hey. Why? ريم. There are more air particles. لا مش air particles، احنا قلنا الدام at the bottom of the dam the pressure at the bottom of the dam is higher than the pressure at the top of the dam. اهو مستر شرحها، كانت بيكشر عندك قدامك اهي، انا جبتها حتى في الجرافيكالي ريبريزنتد اهو. ادي الدام قدامي اهو، ايه اللي حصل هنا في the bottom؟ the bottom is very thick. طب ليه؟ higher pressure. يبقى because the pressure at the bottom of the dam is higher than the pressure of the, at the, than that at the top of the dam. بس معايا ولا لا؟ yes. فهمتي كده؟ yes. اوكي طيب. can I answer؟ يلا يا محمود ماشي، يلا سؤال تاني نمبر 3. Okay, the sketch graph shows how the pressure in a liquid change with the depth in a liquid. Explain the pattern shown in the graph. طب خلاص، أول حاجة عايز sketch the graph of the pressure in a liquid that changes in the depth. يبقى أنا عندي إيه؟ عندي pressure وعندي depth، صح كده؟ يبقى أنا قال لي عندي pressure و depth، يبقى أنا لازم أرسم جراف أهو. أدي جراف أهو، وأدي إيه؟ الواي اكسس، وادي ايه الاكس اكسس، ده هيبقى ايه الدبث، وادي ايه وادي البريشر. اوكي لما الدبث بزيرو، يعني الدبث بزيرو يعني انا ات ذا سيرفيس اوف ذا ووتر في بريشر. نوب. طيب لما مثلا الدبث يبقى 1 متر وبعدين 2 متر وبعدين 3 متر 4 متر. The pressure لا كده اللي انت رسمته غلط. انت كده رسمت pressure decrease. pressure increase يبقى كده اهو. اهو. ليه؟ لما ال pressure 1 متر مثلا هيبقى ايه؟ 100 10 ايوه 20 30 اوكي؟ فهمت؟ يس تمام. ليه بقى؟ طب جيته منين؟ نفس الفكره بتاعت الدام. لسه قايلين شويه ان كل ما الدبث بينزل بيزيد، يعني كل ما الدبث يزيد اللي بيحصل في البريشر بيزيد. يعني سي مثلا الدبث هنا ايكوال فور اكزامبل 20 متر، هنلاقي هنا ايه الدبث ايه بتاع الفاليو اوف ذا بريشر ايه از فيري هاي، رايت؟ اهو فاهمني؟ فاهمك. اوكي السؤال اللي بعديه. When the depth in the liquid doubles, the pressure in the liquid A. مين يجاوب؟ When the depth in the liquid doubles, the pressure in the liquid, the pressure, can you show me the graph? Okay.
multiplied. لا بص بقى، هنا مش بيقول لك اديني انسر، هنا بيقول لك ايه، عايز افهم، عايز اتاكد انك فاهم. when the depth in the liquid doubles, the pressure in the liquid also doubles or increase. اوكي، مش شرط multiply by 10، مش شرط الفاليو، it's not a constant value. اوكي 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 يلا اخر سؤال، مين يجاوب معايا؟ مين يجاوب اخر سؤال؟ محدش عايز يجاوبه؟ مين طيب يلا اي حد يجاوب، يلا يلا يا مريم اقري سؤال. A fish is in the water. The water exerts pressure on the fish. Which of these causes a pressure on the fish? Weight of the water beside the fish? No. Weight of the water all around the fish? Weight of the water above the fish? Weight of the water below the fish? Number C. Very good. Very good. تمام. أي سؤال يا جماعة؟ حد عنده أي سؤال؟ لا. طيب الحصة كانت سهلة النهاردة ولا كانت صعبة؟ سهلة. طيب حد عنده أي سؤال تاني؟ نو طب أنا هبعت لكم إن شاء الله البيبر ديت، وهبعت لكم الحصة مسجلة إن شاء الله. يا ريت لو حد عنده أي سؤال، لو حد عنده أي حاجة عايز يسألني عليها يسألني. أوكي؟ okay.